الامتحان سهل، الامتحان كثير سهل، وكنترول عرب لي ما تحته خط. في ناس جد خلصت بساعة وربع وحلت كل شيء، بس في ناس زي زهدي وزي هذا تقول نازل على البحر، طلع شو لابس، طلع هذا تامر حسني اللي هون. صراحة جدا سهل، والساعتين كثير كثير، يعني امتحان كان ساعة وربع، أنا كنت مخلص ونايم على الورقة، فكثير ساعتين والله بصراحة. جدا سهل، مش جدا يعني، أنت لو مارر على المهارات كل الدروس مار عليها مرور الكرام قراءة وفاهم المعاني بس أمورك تمام.